عشان نعمل بودرة السوبيا اللي احنا بنروح نشتريها من عند العطار او من عند السوبر ماركت. طيب انا ما عنديش يا اميرة في المكان اللي انا فيه بودرة سوبيا بتتباع، يبقى نعملها في البيت، سهلة وسريعة. هنعملها ازاي بودرة السوبيا؟ بودرة السوبيا محتاجين لها ربع كوباية من السكر البودرة، 8 معالق كبار من اللبن البودرة، ربع كوباية من دقيق الرز، ممكن نكتبه دقيق رز، دقيق الرز اللي هو ده اللي بنعمل بيه كفتة الرز برضو. طيب بنعمله ازاي؟ بنجيب الرز المصري، بنغسله، بننقعه، بنصفيه، وبعدين بننشفه، نفرده كده على فوطة وينشف خالص، وبعدين في مطحنة اقوم طحناه يبقى دقيق. اوكي. وبعدين فانيليا بودرة، عندنا جوز هند، دي تقريبا كوباية من جوز الهند، دول هنخلطهم ببعض عشان يبقوا بودرة السوبيا، بنحطها في برطمانات او اكياس ونشيلها. لما نيجي نعمل السوبيا بناخد منها 6 معالق كبار لكل لتر من اللبن. اللبن ده ممكن يبقى لبن حليب او لبن جوز هند لو انتوا عايزين بقى الطعم يبقى يعني اعلى واعلى. تمام. هنحط هنا المكونات دي كلها مع بعض، وممكن تضيفوا سكر برضو وانتوا بتعملوه في الخلاط، في ناس بتحب سكر ويبقى زيادة شوية، تضيفوا سكر في الخلاط عادي خالص. ده مقدار بودرة السوبيا اهي. اقلب كويس جدا جدا، اوزع كل المكونات. طيب حطينا هنا كده 6 معالق، بدور على حاجة احط فيها البودرة. هقفل واشغل الخلاط. بسم الله.